ولو كبرت وبقيت شبه ابوك يا واد يا منصور. احلى ويت يا واد كده يا واد، ما تطلعش شبه امك. انا زعلانه منك يا منصور، مش تبقى شبه امك. ادخل. صباح الخير يا ام منصور. صباح الخير يا منصور. يسعد صباحك يا وداد. طاهر في المندره تحت وعاوز يجابلك. طب خليكي مع منصور، اوعى تتشاجع عبات ما جيلك. ها اتفضل يا حكمت، ده نصيبك من اراضي المنحل، وده نصيبك من اراضي بيع المواشي، وده نصيبك من اراضي المزرعه. ما شاء الله، ده الخير جالكم مره واحده. والله الخير جالنا من يوم ما شفناك انت يا وش السعد. ده لولاك انت ما كانش ولا واحد فينا حقق مشروعه. تعرفي احنا بقالنا سنين بنترجوا ونتمنوا نحققوا احلامنا، لكن ما كانش ممكن. وايه اللي مناه؟ الكبير الله يرحمه كان متحكم وما كانش رايد يساعدنا واصل. لكن لما انت جيتي وتحكمتي واديتينا فرصه وخليتينا نشم نفسنا. ربنا يخليك لينا يا وش السعد. ربنا يديم المعروف. دي وش سعد، دي وش بومي. ست حكمة. ايوه يا سمار. في واحد اسمه ابو لغم بره عند البوابه الكبيره رايد يجابلك. قولي له طلعاله. حاضر يا ستي. بالإذن يا رجال. اتفضل يا كبيرة. قال كبيرة قال رجال آخر زمن. الحمد لله على السلامة يا أبو لغم. الله يسلمك يا كبير. طمني، سبع ولا ضبع؟ بصراحة كده قطة بسبعة أرواح. يعني إيه؟ يعني واد الهلال لسه عايش، محاولة قتله فشلت. يعني إيه محاولة قتله فشلت؟ هو كبير على الموت ولا كبير على الموت؟ المرة دي فلت مني، لكن أوعدك المرة الجاية مش هيفلت مني أبداً. لو سيدياب علم بالموضوع ده هيزعل منيك. أنا عشانك دي خبرتك أنت، وعشمان ما تخبريهوش لما تجيب لكم خبره. ماشي، مش هنخبره الا لما تجيب لنا خبره. يلا. تسلم يا كبيره. بالاذن. اذنك معاك. توحشتك قوي 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 يا سيدياب. وانا كمان توحشتك. الله يرحمك يا ابوي، كان نفسه يشوف ولدي وهو راح ما شافش ولدي. حقك علي يا منصور، سامحني يا ولدي، سيبتك من غير لا ظهري ولا سند. ما تقلقش يا سيدي، انا ظهري وسنده لحد ما ربنا يلم شملنا من تاني. جدها وجدود يا حاج. وعشان تعرف اني جده انك اتجوزت مره ب 100 راجل، انا كلمت ابو لغم عشان ما يقتل ود الهلالي، ورحت له وتشمت فيه كمان. رحت لمين؟ ود الهلالي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ كيف تروحي له وتخليه يعرف شكلك وفصلك ووصلك؟ غصب عني يا سيدياب، نار التار كانت قايده جوايا، ما فشيتش غلي غير لما رحت له في حبسته وتشمت فيه كمان. وبعدين ما يعرف شكلي، ما هو ميت ميت. اللي عملتيه ده أكبر غلط وكفاية لحد كده. يعني إيه؟ يعني تطلع برا الموضوع، ده تاري وأنا اللي كفيل أخده. واه، تنسيت إنه قتل محروس أخوي؟ يعني طار أنا كمان ولا يمكن أهم الواصل؟ كفاية لحد كده. ووعاكي أسمع إنك هوبتي ناحيته تاني، فاهمة ولا لا؟ فاهمة، فاهمة يا سيدي. إلا بالحق أنا جبت لك نصيبك من إيراد البضاعة. الله يرحم اللي راحوا. الكلاب ما كانوش يستجروا يعملوا كده قبل سابك. انسى انسى يا سيدياب. المهم شفت الواد منصور بيجي شبهك صح صح. عاوزين تكبروا على قفاي وانا ساكت؟ والله ما كانش العشب. هو انت كان حد عارف لك طريق جره اياك؟
اديني جيت اقول لكم انه دياب البطاش لسه عايش ونفسه ما تكتمش في الدنيا. معاش ولا كان اللي يكتم نفسك يا ود اخوي، بس انا عاتب عليك. عتبان علي فيه؟ ليه تنقل البضاعه من المخازن من غير ما تدينا خبر؟ طب سطر ادعى عليكم بعد ما بعتوا بضاعتي بدون ما تدوني خبر من مخزني. المهم فين بقيت البضاعه دلوقتي؟ البضاعه دي حقي وورثي من ابويا واخويا. وفرض خدت البضاعه يا سيدي، تقدر تقول لي كده هتعمل بيها ايه وانت هربان من الحكومه؟ انما انت لو معانا هنزوجها لك، هنزوجها لك ونحولها لك فلوس صايله كمان تسندك وقت ازمتك. برافو برافو عليك يا دمام، بس على شرط. شرط ايه؟ تدوني حقي من البضاعه اللي بعتوها. وماله؟ حقك موجود، 50% من ثمن البيعه تاخدهم على دير مليم. 50% والبضاعه كلها ملكي. ونسيت ثمن التسويق اياك. 50% ثمن التسويق؟ وهي سهله يا دياب، دي مخاطره واعره قوي وانت عارف. ولولا انا كانت بضاعتك في المخازن صدت من زمان. ده اخر كلام؟ ايوه ده اخر كلام يا دياب يا بطاش. ولو ما عجبكش روح دور على حد غيرنا يسوقها لك. بس خلي بالك للي هيفهم منك وانت هربان من الحكومه ومش داري بحاجه. اعجل يا دياب وفكر في مصلحتك وارضى بنصيبك بدل ما تطولش حاجه. وما تنساش وضع عقد الوكيل. لازم انت تعرف يا دياب انك هربان من حكم الاعدام وما انتش حر نفسك. يعني لو جزفت في لحظه ممكن ينقبض عليك وتخسر كل حاجه. ها قلت ايه؟ ماشي يعني موافق. طاهر المصطهي حيكون حلقة الوصل بيني وبينك، حيقول لكم على كل حاجة وتدوني حقي بعد كل عملية. يبقى اتفقنا يا ود اخوي. اتفقنا اتفقنا يا عمي. لها كم ألف وجاي لك يا أطلي. جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ أيوة يا كبير، بس أنا عاوز أسأل، إحنا هنقعد هنا كتير؟ شكلها كده لما أشوف آخرتها مع عمي وعيالي. إيه ده؟ هما لسه عاوزين ال 40% عمولة برضك؟ ما قدمناش حل غير كده. أنا عارف إنه طماع وبيستغل وضعي، بس نعمله إيه؟ طالما الواحد مكسور لازم نطاطه ونرضى بالموجود. صح، والله يسامح عمك وعياله. عمل لنا حاجة ناكلها. عيني